ودائما لا يزال ذلك قائما إلى اليوم، كلما تدبر الإنسان يجد فيه عجائب. حصل لي في التدبر في سورة النحل، في سورة النعم، أنعم الله عد فيها النعم التي أنعم بها على عباده، وهذه النعم منها نعم كبرى كأصول الأرزاق التي هي الزراعة والصناعة والوجدان، وجدان في البحر أو في البر للمعادن أو للصيد أو للأسماك أو غير ذلك. وامتن علينا بالملابس والمساكن والمراكب وغير ذلك من أنواع النعم، أنواع الأرزاق، حتى عسل النحل ذكره في الامتنان، وألبان البهائم، وحتى ما يؤخذ من شعورها ومن جلودها، كل ذلك امتن به، كما امتن بذريتي ومن يجعلهم تحت أيدي الإنسان أيضا من الخول الذين يخدمونه إلى غير ذلك، كلها نعم امتن بها. لكن وجدت أنه قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ويعد المراكب، فعد المراكب البحرية أولا في السفن التي تسير في البحر، وأنها يهتدي أهلها في الظلام بعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم عد المراكب البرية، فعد منها أولا الأنعام، بهيمة الأنعام وبالأخص الإبل، واستعمالها في الأكل والشرب والركوب. ثم ذكر هذه البهائم المختصة بالركوب التي لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها، عند بعض أهل العلم يبيح أكل بعضها مثل الخيل. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فلها فائدتان فقط، الركوب والزينة، ويخلق ما لا تعلم. يخلق هذا في المضارع يدل على الاستقبال، معناه سيخلق من أنواع المراكب مراكب لا تعلمونها في وقت نزول القرآن. فوجدت منها الآن السيارات والطائرات والمراكب الفضائية. فوجدت أن بعدها قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. أهل التفسير كلهم يذكرون أن المقصود أن الله يهدي لقصد السبيل إليه طريق الجنة من يشاء، ويضل من يشاء، فمن هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن وجدت أن ذلك ليس مناسبا للسياق، فوجدت أن المقصود أن هذه البهائم لها أعين تبصر بها مواطئ أقدامها وتعرف بها الطرق وتدل بها المسافات، لكن ما يخلق من هذه المراكب الأخرى كالسيارات والطائرات والمراكب الفضائية ليس لها أبصار، فكيف تهتدي؟ فقال وعلى الله قصد السبيل، معناه سيخلق لها ما يدلها، فكانت الرادارات والتي تدلها وتقومها ونحوها في الفضاء وفي الجو. ثم بعد ذلك قال ومنها جائر. وجدت أن المقصود أن من الطرق ما هو جائر مائل عن القصد دائما، وهي الخطوط الجوية، فلا يمكن أن تكون مستقيمة أبدا. لو كان الخط الجوي مستقيما لابتعدت الطائرة عن مدار الأرض كثيرا وذهبت في الفضاء الخارجي ولن ترجع إلى الأرض، لأن الأرض بيضوية، كلما ابتعدت كلما ابتعدت عن الأرض، لذلك دائما هي خطها جائر. وحتى في العرض إذا مشت لا يمكن تمشي مستقيمة أبدا، فخطوط الجوية كلها جائرة. قال ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فهذا أيضا فيه تنبيه إلى كروية الأرض وإلى أو على الأقل دورانها، لأنه قال ولو شاء لهداكم أجمعين، شاء لسطحها وجعلها على وجه يهتدي فيه الجميع، لكنه أراد بحكمته أن لا يفعل ذلك، وذلك ليقع التعاقب بين الليل والنهار وبين الفصول والأزمنة بين الحر والبرد وغير ذلك من المنافع التي يحتاج إليها البشر.